السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ في جزئية جديدة وهي البرودكت. طيب، اول سؤال ممكن يجي في بال اي حد اول ما قلت الجملة دي، وهي هل معنى كده ان خلصنا الكاتيجوريز؟ الاجابة لا، احنا ما خلصناش الكاتيجوريز، لكن الفكرة بمنتهى البساطة ان احنا كل جزء هنخش فيه هنعمل ابسط شكل ليه، بمعنى اصح هنعمل الحاجات الضرورية فقط. وسط ما احنا شغالين هنبدأ الحاجة اللي عملناها بشكل بسيط دي، أو عملنا المينيمم ريكويرمنت بتاعتها، هنبدأ نكبر فيها وهنبدأ نضيف فيها فيتشرز جديدة. بمعنى الكاتيجوريز احنا كل عملنا ايه؟ بنضيف اسم الكاتيجوري وبس، خلاص بقى عندنا الكاتيجوريز ليها اسم واي دي، الاي دي اللي بيجنريته الفاير بيز والاسم اللي احنا اديناه له ده. طبعا في حاجات تانية هنعملها في الكاتيجوريز لكن مش ضرورية دلوقتي، ده يكفي ان احنا نبدأ نشتغل. نفس الكلام للبرودكتس، لو تفتكروا ده كان شكل الداتا اللي احنا كنا كاتبينها ان احنا محتاجين نعملها في كل جزئية في الويب سايت بتاعنا او في الابليكيشن. كان من ضمنها في البرودكت هيكون ليها كاتيجوري، ديسكريبشن، برايس، نيم، فيتشرد فوتو، واري اوف فوتوز. طيب ايه هي الايه اللي هنا ضروري محتاجينه في البداية ما ينفعش نستنى عنه؟ هما 3 حاجات: برايس، نيم، وفوتو، صورة للبرودكت واسمه وسعره. هي دي الحاجات الضرورية اللي محتاجينها في البداية، الحاجات الباقية هنعملها طبعا بس واحدة واحدة. جميل، تعالوا نبدأ مع بعض. أول حاجة احنا كنا عملنا بيج للبرودكت، كنا كاتبين فيها مجرد تكست عادي، حتى لو دخلنا عليها اهو تكست عادي. هنعمل فيها نفس الاستراكشر ده، هيكون في سيكشن هيدر هنا، هيكون في تايتل، هيكون في بوتون للاد، وهيكون هنا في الكاردز بتاعتنا وهيكون عليها الاكشنز بتاعتنا. جميل، طيب اول حاجه محتاجينها محتاجين نعدل التايتل ده نخليه كاتيجوريز ليست. نخش على صفحه الكاتيجوريز، هنعدل الاسم ده نخليه كاتيجوريز ليست عشان يتعدل هنا. جميل، تاني حاجه احنا كنا ناسين هنا الجزء ده احنا مش محتاجينه. كل اللي احنا محتاجينه في السكشن هيدر هو الايفنت اللي بيتقمت. لو دخلنا كده السكشن هيدر احنا كنا عاملين بالفعل ان هو بياخد بروب اسمه اد ميثود، ان احنا كنا في البدايه لو تفتكروا كنا مظبطين الجزئيه دي بحيث ان السكشن هيدر بياخد الميثود اللي هيعمل لها كول للاد وبيكول الميثود دي من جوه، لكن غيرنا بعد كده الطريقه، خلينا السكشن هيدر ملهوش دعوه بالمسجد ولا اي حاجه. كل اللي بيعمله انه لما بكليك على البوتوم بيفاير ايفنت اسمه اد موديل ايفنت، ومن بره بلسن على الايفنت ده وابدا اعمل اللي انا عايزه. فكده البروب ده احنا مش محتاجينه، هنمسحه من هنا ونمسحه من جوه، مش محتاجين البروب ده. تمام، كده الموضوع بقى جاهز. كل اللي احنا محتاجينه هناخد السكشن هيدر ده ونحطه في البرودكت. هنعمل ديف ونعمل سكشن هيدر، نبدأ بقى نحط الشو موديل هاندلر عشان هو مش معانا هنا. فكل اللي احنا بنعمله في الشو موديل هاندلر كنا بنعمل ايه؟ كان في عندنا داتا اسمها شو موديل بنحولها لترو، وفي الهايد بنخليها فولز. تمام، وبنحط الموديل دوت، هو ده الموديل اللي احنا محتاجين نظهره. طيب تعالوا بينا ننقل الكلام ده اهو، ده الموديل ودي الميثودز بتاعتنا الشو موديل هاندلر، وهتلاقي في الهايد موديل هاندلر كمان. تعالوا ننقلها جنبيها كده وناخد الاثنين مع بعض. عندنا methods و مش محتاجين show delete model ده، ماشي هنحط مع معانا ال delete model، لان كده كده احنا الموديل اللي احنا بنحط دوت ده بتاع الاد اللي هنقاد بيه product، والموديل التاني بتاع ال delete، فاحنا برضو كده كده هيكون عندنا اد وديليت لكل برودكت. فهناخد كمان بتاع الديليت
والديليت موديل احنا ما مش عاملينه جلوبال، جلوبال موديل يعني الموديل ده عشان هو جينيريك ينفع لاي حاجه فعاملينه جلوبال، فعرفنا ننده من غير ما نعمله امبورت. نفس الكلام للسكشن هيدر، لكن الديليت موديل ده مش جلوبال فعشان كده عاملينه امبورت. فهناخد الموديل بتاع الديليت هننقله وهناخد الامبورت بتاعه هو كمان ونحطه هنا، وهنبدأ نحطه عندنا delete model ونبدأ ناخد كل الحاجات ديت الحاجات الخاصة بالموديل. فعندنا show model و show delete model هو تقريبا كل حاجة نحتاجها، بس هنغير طبعا اسم ال selected item دي selected category to delete هنخليها selected product، وهنغيرها كمان في الميثود اللي هناخدها بعد شوية selected product to delete، وهنقول ايه ال delete category دي هناخدها برضو هنحطها هنا delete برودكت، ونفس الكلام هنغيره فوق عشان كان فيه ديليت كاتيجوري هنخليه ديليت برودكت. وايه تاني هنا الديسباتش ده طبعا هيتغير، بس خلينا نعمله دلوقتي بشكل مبدئي ديليت برودكت. واقول لكم خلينا نوقف الجزء ده دلوقتي عشان ما نشتغلش في كذا حاجة في نفس الوقت ومحدش يتوه مننا. يعني الديليت برودكت ليس إلا إنها بتعمل ترو للودنج بتاع برودكت، ولا حتى هنوقف اللودنج كمان. إيه تاني محتاجين؟ وتعالوا نشوف كده واضح إن لسه في حاجات ناقصة. تعالوا نتأكد إن كل حاجة تمام. شو موديل موجودة، شو موديل هاندلر موجودة، الديليت موديل، وناقصنا ايه تاني؟ ناقصنا ايه تاني؟ شو ديليت موديل هي دي اللي ناقصنا. لا دي موجودة هي كمان. خلاص تعالوا نشوف بقى ايه الايرور اللي ظاهر لنا. بيقول unknown custom element section header. تعالوا بينا نشوف السكشن هيدر. احنا كنا عاملين امبورت هنا صح؟ اه السكشن هيدر ما كناش عاملين امبورت عندنا في البرودكت، نعمل له امبورت. يعني ده اللي كان الايرور اللي عندنا، ان احنا ما كناش عاملين امبورت السكشن هيدر عشان هو مش جلوبال، مش جلوبال كومبوننت. جميل، صفحة برودكتس ظهرت، بس محتاجين نعدل الكاتيجوريز ليست دي نخليها برودكتس ليست. برودكتس ليست جميل، بقى عندنا صفحة البرودكتس ليست. محتاجين دلوقتي احنا عملنا السكيلتون بتاع البيج، السكيلتون بتاع البيج المقصود منه اللي هو البداية اننا هنبدأ فيها نظبط البيج بتاعتنا. دلوقتي بقى فيه المودل بتاع الاد، بس طبعا مش فيش جواه حاجة معينة لسه، ومحتاجين الكارد بتاع كل برودكت والديليت موديل بتاع كل برودكت. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنبدأ في الاد برودكت عشان نبدأ نضيف البرودكتس بتاعتنا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.